يوم الاثنين الماضي عملنا لقاء مع المدراء ديال شركة أمانديس، المدير العام والمدير العام المفوض، جوج ديال الأجانب الفرنسيين، اجتمعنا معهم وطرحنا لهم هذه الانشغالات ديال الساكنة وهذا الإشكال اللي كيتكرر لنا باستمرار ديال العداد، سواء العداد المشترك واللي فيه قرارات اللي خصها تفعال، سواء المسألة ديال المراقبة ديال العداد، سواء المسألة ديال الأشطر، هذه الإشكالات اللي كطرحهم طرحناها مع الإدارة ديال أمانديس نهار الاثنين، طرحناها اليوم مع الإخوان والأخوات ديالكم اللي جاو كيمثلوكم، وجينا باش حنا كمسؤول ديال المنتخب ديالكم باش نشرح لكم هاد المسارات اللي ماشيين فيها، وان غدا ان شاء الله كان عندنا اجتماع استثنائي ديال المكتب ديال المجلس وباش نعالجوا الموضوع ديال الميزانيه، لان حنا يلاه بدينا، انتم عارفين ان يلاه 15 يوم باش بدينا كنمارسوا هاد المهام ديالنا كمقاطعات، انا كرئيس خبره ديال واحد ثلاثه ديال الاسابيع. السيده المفوضه المكلفه بهذا الملف تدبير المفوض الادريسي راه حضرت معنا وغتجي عرض تخصيصا غدا باش نجلسوا على هذا الملف مع المكتب كله ديال المجلس مع رؤساء المقاطعات، وبعدها غنبداو مباشره مع اللجنه ديالكم والخليه ديالنا اللي غادي نخرطها روحنا في المجلس، وغتبدا ابتداء من غدا ان شاء الله في العشيه تشتغل على هذا الملف ديال امانديس. غنجمعوا هاد الخطوات اللي عندكم غنشوفوا ما ممكن غنشوفوا ما ممكن نصلحوه ابتداء من غدا مع الاداره ديال امانديس بشكل مستعجل، اللي خصو يتصلح حالا، وكاين مواضيع اللي داركتناها مع الاخوان ديالكم وبانوا لنا عندكم كفاءات متميزه في هذه المنطقه هذه، واللي غتعاوننا على اساس غنمشيو ابعد في هذا الملف من خلال اننا نجمعوا جميع المعطيات اللي غنتحاوروا فيها مع امانديس مع الحكومه باش نحاولوا ان شاء الله في السنوات المقبله ما تبقاش تكررنا هذه الاخطاء ونحلوا المشكل بشكل جذري. خصنا شويه الوقت تفهموا معنا هذا الشيء، والسلام عليكم ورحمه الله.